محمد الكنيدري وإدريس صديقي وعروش ماتيتش ثم سعد السلولي، سعد بكير، صالح العمري، عبد الفتاح آدم، حكم ساحة يساعد الدولي محمد ساحة يساعد الدولي محمد العبكري، ومساعد ثاني عماد عسكر، ثم عبد الله زريان حكم رابع، محمد الحيد حكم السعودية. كرة تصل على الطرف الأيمن، انطلاقة سريعة ومحاولة القحطاني، مر القحطاني، مر وتقدم وكرة وتصويبه وإلى حارس مرمى أبها، يلعب كرة طويلة إلى الأمام وراحت سريعة وانطلاقة لسعد بقير، خطير بقير، يتقدم سعد ويريد أن يصوب، وكرة خطيرة خطيرة جدا. يلعب كرة لكاريو، كاريو طويلة وأمامية وخطيرة وفرصة قحطاني وفرصة وتصويبة وهدف أول. يا سلام، شوف الثقة، شوف الكنترول من سعود، ثم التمريرة، ثقة كبيرة ومرور وتصويب. ثالثة عشر من زمن شوط المباراة الأول، كرة لسعود عبد الحميد، يريد أن يلعب كرة أرضية وخطيرة. شوف سعود عبد الحميد وانطلاقاته، شوف عبد الحميد وانطلاقاته، وكرة لف أن يسجل انتصار بعد أن تعثر بالخيل الأمام، لكن أيضا ما زالت خطيرة وفرصة. على فرصة جانب كاريو، وكاريو يمرر لفييتو ثم ممتازة فييتو مرة أخرى، يا سلام على كرة وتصويبة من القحطة مركزة، وشوف جرعة مرة أخرى تخرى انطلاقة لإدريس صديقي، يلعب كرة صديقي، ثم عبد الفتاح آدم يحاول يمرر، ما زالت لعبد الفتاح، حاول لعبها خطيرة وفرصة فيها مرور فيها محاولة لصديقي والتصويب عند العويس. أمامية لإيجالو، خطيرة لإيجالو، فرصة هدف ثاني قبل نهاية شوط المباراة الأول، 2-0 أصبحت 0 النتيجة. شوف انطلاقة إيجالو، شوف انطلاقة إيجالو، ووسط انطلاقة من جانبي إيجالو، واضح أن في موقف سليم لأن فهد الجميع كسر التسلل، وهدف سليم لم يكن متسللا، إيجالو لم يكن متسللا، عانى في الأمتار الأخيرة، خسر الدوري هذا الموسم. لا زال هنا كرة إلى ليو، محاولة خطيرة وفرصة للهلال، لكنها مرت سليمة، مرت من أمام مصعب وعادت من جديد إلى ليو. حكم المباراة يشير إلى صد ممتعة في الشوط الثاني، نريد أن نشاهد أهداف أكثر، نريد أن نشاهد كرة طويلة إلى الأمام من جانب إباسي، طويلة وفاد الجماعة يحاول اللحاق بالكرة الجميعة ويمر الجميعة، وحكم المباراة لا يشير. سعد على الطرف الأيمن يلعب عرضية داخل منطقة، تغطية موجودة، قطعت الكرة وعادت مرة أخرى، ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة، ومحاولات وكرة خطيرة، لكن العمري يلعب كرة بشكل خاطئ، وبالتالي تعود الكرة لمحمد القحطاني. فييتو يمرر الكرة، محاولة هلالية جميلة جدا، ومصعب الجوير يتقدم ويصوب، وكرة خطيرة خطيرة. المباراة يشير إلى صافرة موجودة، وصلت كرة سريعة وتمريرة بينية خطيرة، ومحمد القحطاني الآن تصويبة، كان يحاول أن يخادع عباسي كن بديلا، قطعت الكرة، راحت مرتدة سريعة ومحاولة والتصويبة من سعد بكير. عندنا كرة في انطلاقة سريعة، سعود عبد الحميد الآن يحاول، يمر سعود ويتقدم، محاولة وتغيير، تمر فييتو يتقدم الآن ويصوب، كرة قوية، ضربة زاوية الآن على يمين إباسي، والكرة تعاد عند كاريو، يلعب كرة كاريو جميلة ورسية من عبد الحميد، لم تكن لأحد، لم تكن لأحد، بينما راحت لطيب مزياني، سريعة طيب مزياني، انطلق طيب مزياني، خطيرة لأبها ومحاولة خطيرة وكرة
الكرة وتعود سريعة عبد الفتاح آدم، ينطلق بكرة إلى الأمام، يمرر تمريرة ممتازة وكرة لأبا عند صالح العامري خطيرة جدا، ومحاولة عرضية ولكن أي بالكرة الأرضية، محاولة بالرأس تبعد وتعود من جديد لمصلحة أبها، تمريرة للكنيدري ينقل الكرة إلى الأمام على جهة اليمنى، عرضية خطيرة ومحاولة عند عبد اللطيف، لطيف لكويار خاطئة في التمرير وخطيرة لسعد بقير، تمريرة ومحاولة لصالح العامري أمامها البليهي في التغطية، ينجح البليهي في التغطية بينما موسى ماريجا في أول كرة بعد إلى حارس المرمى إيباسي، خطأ لعبها لعبت وصلت على الطرف الأيمن، محاولة ومحاولة تصويب، ربما تصويبة قوية من مع كل العشاق في الجوهرة، سيحتفل في الجوهرة، هنا كرة لماريجا وتمريرة لإيجالو وكرة فيها محاولة هلالية عند سعود عبد الحميد الآن، وعرضية منتظرة، عرضية خطيرة وكرة للحمدان، وهذا الثالث، هدر عند عبد الحميد، راح وتقدم ومر الكرة للحمدان في المكان المناسب، ما وصل إليه المرتبة الثالثة اليوم، اليوم أيضا بعدما كان رابعا فاز على أبها، والشباب خسر من التعاون، وبالتالي الهلال سيكون خلص العميد تماما لأن سجل الهدف الثالث في الفيحة، وبالتالي يبقى رسميا الاتحاد بطل دوري روشن في هذا الموسم. هنا كرة فيها محاولة خطيرة وفرصة، لكن والكرة تعود وتصل عند صالح العامري، عرضية العامري إلى يد حارس المرمى، إلى يد حارس المرمى، كرة عند حارس المرمى، يرسل كرة أمامية وسافرة، حكم المباراة الآن سيد محمد إسماعيل يطلق السافرة وينهي المباراة بفوز هلالي بثلاثية نظيفة على حساب أبها لأن يذهب الهلال.